برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية في اليمن. انطلاق تظاهرات محتجية سترة الصفراء بباريس تنديدا بسياسات ماكرون. القوة والمسلحة تهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد وتؤكد أن المصريين نسيج واحد. الثانية عشرة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم. اتهم برنامج الغذاء العالمي الميليشيات الحوثية بسرقة المساعدات الإنسانية المرسلة إلى اليمن، مطالبا بضرورة وضع حد لسرقة تلك المساعدات بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكد المتحدث باسم البرنامج أن هذه القضية تؤثر على جميع جهود منظمات الإغاثة، داعيا الحوثيين إلى وقف بيع المساعدات بالسوق السوداء للتربح منها. انطلقت بالعاصمة الفرنسية باريس تظاهرات محتجية سترة الصفراء ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من جهتها اتهمت الحكومة الفرنسية المحتجين بالسعي إلى إسقاطها. وقال المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو في تصريحات صحفية أن الحكومة استجابت لمطالب المتظاهرين وطلبتهم بالمشاركة في الجهود المبذولة لإيجاد حلول للاحتجاجات. Tenter de le récupérer pour qu'il dévisse aux européennes et nous sortir de notre démarche citoyenne où nous avons qu'une seule revendication, c'est mettre en place le RIC, mettre en place un vrai débat citoyen organisé par les citoyens pour les citoyens. Nous affirmons nos valeurs humanistes, inclusives, antiracistes, antisexistes. Nous sommes tous ensemble. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار قرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وأوضحت أن إطلاق النار وقع في صالة للبولينج، داعية المواطنين للابتعاد عن موقع الحادث. أشاد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسؤوليات المنكلة إليهم. وفي برقية تهنئة بعث بها إلى البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعرب وزير الدفاع عن اعتزازه بالمواقف الوطنية للبابا والتي أكدت أن المصريين نسيج واحد. افتتحت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد برفقة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان وحدتين لطب الأسرة بعد تطويرهما، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. كما تفقدت الوزيرة خلال جولتها ببورسعيد الأعمال الإنشائية لمبنى الهيئات الثلاث الجديدة للتأمين الصحي. نهاية هذا الموجز. للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.